نثبت كل يوم أننا جديرون بهذه الصفة. لماذا؟ فكل من يؤيد الحل السياسي على أساس الدولتين عليه أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة. بتقول دولتين عاد، دولتين فلسطين وإسرائيل، بتعترف بإسرائيل بتعترف بفلسطين. ممكن أفهم ليش؟ لماذا؟ تسأل نفسك أنت لماذا؟ تاسعاً، إننا نجاشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني ليتمكن من تحقيق الاعتماد على الذات. إحنا لو ذهب الاحتلال منقولكم شكراً لدعمكم ومساعدتكم، سنعتمد على أنفسنا، سنعتمد على أنفسنا خلاص. لكن مع الأسف لأنه في احتلال لا نستطيع إلا أن نطلب المساعدة، ونحن نشاكرون لكم أنكم تقدموننا هذه المساعدة. ساعدونا لنخلص من الاحتلال ثم نقول لكم شكراً لمساعداتكم. كما نناشدكم مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا حتى تتمكن من استمرار في تقديم خدماتها الإنسانية. وفي هذا السياق فإننا نحذر، هناك محاولات، نحذر من محاولات تغيير مهام الوكالة وأنظمتها، ونحذر كذلك من شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان أو منع صدور القائمة السوداء. في قائمة سوداء يعني ناس مجرمين، كيف يمكن أن نحجب هذه القائمة عن العالم؟ هذه القائمة السوداء مثل الإرهاب، نفس الشيء، يجب أن يطلع عليها العالم ليرى من يخترق القانون الدولي ومن يحترمه. القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة. عاشراً، وبالمقابل فإننا نؤكد التزامنا باحترام حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات العلاقة وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 20/30 واتفاقية باريس لتغيير المناخ وبقية الاتفاقات والمعاهدات التي اعتمدناها ووقعنا عليها. أي شيء اعتمدناه ووقعنا عليه نحترم توقيعنا ونسير به مع المجتمع الدولي، نحن جزء من هذا المجتمع ولن نكون خارجه. السيد الرئيس، سوف تقوم دولة فلسطين بصياغة هذه المطالب في مشاريع قرارات وحسب الأصول وتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة، آملين منكم جميعاً التصويت لصالحها حفاظاً على بقاء حل الدولتين وفرصة تحقيق السلام، وحرصاً على توفير الأمن والاستقرار والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء ولشعوب ودول المنطقة بشكل عام. وفي الختام اسمحوا لي أيها السيدات والسادة أن أتقدم بالتحية لشعبنا العظيم الصامد على أرض وطنه رغم كل ما يعاني والذي يناضل ضد الاحتلال نضالاً سلمياً. ثقافة السلام منتشرة في كل أوساط الفلسطينيين، في كل أوساط الفلسطين. واسألوا من هم الذين يذهبون في داعش والغبرة والنصرة والحمرة، لا تجدون فلسطينيين. ماذا يعني هذا؟ تحية لأبناء شعبنا في القدس الذين سطروا أروع صور المقاومة الشعبية السلمية أمام ممارسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. عندما منعوهم من الصلاة صلوا في الخارج وناضلوا بجباههم على الأرض وانتصروا. تحية لأبناء شعبنا في المنافي والشتات، تحية لأبناء شعبنا في الضفة الغربية الصامدة وقطاع غزة المحاصر. تحية لشهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل
الذين يقبعون في سجون الاحتلال. أقول لهؤلاء جميعاً إن الحرية قادمة لا محالة، رغم كل هذا ستأتي، وإن الاحتلال إلى زوال، فأما الاستقلال لدولة فلسطين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 67، وإما إذا شاءوا، إذا بدهم، إذا يريدون الحقوق الكاملة التي تضمن المساواة للجميع على أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، هل يقبلون بهذا؟ عندما تحررت جنوب أفريقيا من نظام الأبارتايد، قال نيلسون مانديلا: أنا ممنون جدا للعالم وللأمم المتحدة التي ساهمت وأيدت إنهاء حكم الأبارتايد بجنوب أفريقيا وقد كان. ولكن يتمم نيلسون مانديلا: لا يكتمل نصرنا إلا بنصر الشعب الفلسطيني. إذن هو وضعها أمانة في أعناقكم، إنهاء الأبارتايد في فلسطين فرداً فرداً ودولة الدولة، وخاصة الدول العظمى، وأقول وخاصة الدول العظمى، يجب أن تقف إلى جانبنا. هذه أمانة والأمانة غالية، فردوا الأمانات إلى أهلها. هل أنتم فاعلون أيها السادة؟